سلوك نظام ايران وما يتبناه من تدخلات وافعال ارهابيه مستمره في اليمن ولبنان والعراق وسوريا رغم المواقف الدوليه الرافضه لهذا الامر وقد بات واضحا ان ايران مصره على فرض شروطها على كل صعيد وفي كل مكان في هذه البلدان هذه السياسه التي تنتهجها ايران عكستها تصريحات للرئيس الايراني ابراهيم رئيسي خلال لقائه مع وفد من ميليشيا الحوثي يزور ايران لتهنئته بانتخابه رئيسا تحدث فيها عن مصير اليمن الذي لا يحق لاحد من خارجه ان يقرره متناسيا الوجود والدعم الايراني المتواصل لميليشيا الحوثي التي تدين بالولاء لها والتي تجاوزت انتهاكاتها التي دمرت البلاد كل الحدود رئيسي قال كذلك ان اليمن اصبح اسوه لمقاومه الاستكبار العالمي ومفخره للعالمين الاسلامي والعربي وتناسى ايضا ان اليمنيين بات يعيش معظمهم على حافه الفقر بسبب الحرب التي تصر مليشيا الحوثي على مواصلتها وانتهاك اي مبادره تقود البلاد نحو السلام تصريحات رئيسي تزامنت مع اتهامات جديدة لطهران من قبل السعودية بالتسبب في جر المخاطر على الملاحة البحرية. وعلى لسان وزير خارجيتها فيصل صلب فرحان، وصفت تصرفات إيران وأنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في اليمن وسوريا ولبنان بالسلبية. ويرى مراقبون أن أصابع إيران لم يكن لها أن تتغلغل في اليمن لولا وجود عوامل ساعدتها أهمها ميليشيا الحوثي، حيث تمثل العامل الأبرز في توسع إيران في اليمن. ولهذا فإن جهودها انصبت على تقوية واقع هذه الميليشيا سياسيًا وتسليحًا وإعلاميًا وعلى المستوى المالي. ففي جانب السلاح، تعمل إيران بشكل حثيث على ضمان تدفق السلاح إلى الحوثيين، سواء عبر تهريب شتى أنواع الأسلحة أو عبر الدعم المالي لشراء السلاح من الأسواق اليمنيه. اما على الصعيد السياسي فان ايران تسعى الى التاثير في المشهد السياسي اليمنى بدعم وسطائها السياسيين لايجاد ارضيه من التحالف او التنسيق مع الحوثيين كقوه ممثله لها في اليمن